أثارت الانتهاكات المتكررة التي ترتكب على أيدي عناصر الأمن حالة غضب بين أوساط العراقيين بعد أن شهدت بلاد الرافدين خلال السنوات الماضية العديد من جرائم القتل والاغتصاب التي اتهم بارتكابها منتسبون للقوات الأمنية، الأمر الذي جعل مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالوسوم والحملات الرافضة للجرائم المجتمعية التي يرتكبها عناصر الأمن. مسؤولون حكوميون وعلى رأسهم مدير دائرة الإعلام في وزارة الداخلية سعد معن دافعوا عن عناصر أجهزة الأمن الذين تغيرت صورتهم في أعين الكثير من العراقيين بسبب الانتهاكات المتكررة، واعتبروا أن المبالغة في الحديث عن الانتهاكات التي وصفوها بالفردية يهدف إلى تشويه صورة أجهزة أمن الدولة ككل. فهل باتت انتهاكات عناصر الأمن العراقي مؤشراً على سلوك مؤسسة بأكملها؟ أم أنها مجرد حالات فردية؟ تكرار الجرائم من قبل منتسبين وزارة الداخلية تؤشر لحالة خطيرة. لا يمكن القول دائما والتعكز دائما بأنها تصرفات فردية أو حالات فردية، لأنها تكررت وتكرارها باستمرار يؤشر لحالة خطيرة. إن استمرينا بالقول أنها تصرفات فردية أو حالات فردية، هذا معناه أننا نظرنا عن مشكلة حقيقية وستتكرر بالمستقبل أيضا. المنتسب إلى أجهزة الأمن هو في الأصل جزء من المجتمع العراقي الذي عانى طويلا من الحروب والمشاكل الكبيرة على المستوى الأمني والاقتصادي، وهي مشاكل انعكست بدورها على عناصر الأمن وأسفرت عن تداعي ضوابطهم السلوكية وساهمت بتصاعد حالات العنف الاجتماعي المتصاعد أساساً في العراق. فما الذي يترتب على وزارة الداخلية والقضاء العراقي للحد من انتشار انتهاكات عناصر الأمن في العراق؟ على الوزارة الداخلية الموقرة مراجعة منتسبيها بصورة كاملة، مراجعة ملفات منتسبيها. هذا اللي اغتصب طفلة، هم قالوا بأنه يعاني من أمراض نفسية ويتعاطى المخدرات. طيب لماذا بعد أن ارتكب جريمته قلتم أنه يتعاطى مخدرات؟ المفروض أول ما نلاحظ أنه هو عنده تصرفات غريبة يتعاطى مخدرات يفصل من الخدمة. نحتاج لتوعية مجتمعية وقوانين حازمة وحاسمة تعاقب على هذه الأفعال المشينة، تكون عقوباتها مشددة. المجرم حينما يكون منتسب أمني تكون عقوبته مضاعفة ومشددة، لأن هذا المنتسب الأمني يستغل ثقة الناس فيه ويستغل سلطته وسطوته ويرتكب جريمته. ملف الملتحقين بأجهزة الأمن يعتبر من أكثر الملفات التي يشوبها الفساد في العراق، لكون أن الكثير منهم لم يحصلوا على التدريب الكافي للتعامل مع الأزمات ولم يمروا في مراحل الإعداد الكافية للوصول إلى مناصبهم، كما أن معالجة هذا الملف من قبل الجهات المختصة أصبح مطلبا ملحا للعراقيين الذين باتوا يخشون المزيد من الجرائم التي يرتكبها من يفترض أنهم حماة البلاد.